دول اصعب جهاد، جهاد النفس. يعني ايه جهاد النفس؟ يعني احنا جوانا الخير جوانا الشر، واحنا اللي بنقرر على حسب الموقف وعلى حسب الاستفزازات اللي بيبقى الواحد فيها. بتقرري انك تطلعي الخير رغم ان في اللحظة معينة انك الشر هو اللي عايزه. فانا مين؟ انا الخير وانا الشر، انا اللي بقرر اطلع ايه. فلما بنقول اصعب جهاد جهاد النفس، دي ما كانتش اتقالت كده اعتباطا. لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول والقاسمون الغيظ والعافون عن الناس، دي برضو الكلام ده مهم جدا. ليه؟ لان انا فيا الخير وانا فيا الشر، فيا الاثنين، وانا اللي بقرر اتحكم فين، اوقف ايه، ما طلعوش، يتغلب على الشر بتاعي الخير بتاعي. لكن كل الثقافات في اليين يانج هنا، الخير والشر، الدراما كلها عبارة عن خير وشر. فطبعا احنا فينا الاثنين، مش حد خير 100%، فيش حد شرير 100%.